بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب. أحب إلى أبينا
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها صدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من صادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها هذا إلا ملك كريم.
وقال الآخر إني
أنبئكم بتأويله.
وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.
لعلهم يرجعون.
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال
أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء نرفع درجات من
سرق وما